كابتن، الاسم الثلاثي الاول. اسمي رمضان عباس عبد الفتاح، مدرب نادي العالمين، فريق 99 سنه. النهارده الحمد لله احنا ماشيين المركز الاول، والنهارده عندنا ماتش هنلعب اكاديميه مكاوي، وربنا التوفيق ان شاء الله انك بنكسب المكسب ان شاء الله يا رب. انت بتدرب بقالك قد ايه في نادي العالمين؟ نادي العالمين بقالي حوالي دي رابع سنه ليا ان شاء الله. ان شاء الله وبالتوفيق ان شاء الله يا كابتن. ايه رايك في المنطقه والمهرجان؟ شايفين ان اختلاف جد جامع جدا، يعني مستوى الكوره والاختلاف جامع جدا في الكوره وفي المستوى التدريبي، والملاعب برضه اتحسنت كتير يا كابتن على الفتره احنا كنا فيها زمان. الحمد لله. يعني في حاجه توجهها للكابتن فوقي لانه راجع الجيزه؟ كابتن فوقي كابتننا، وهو بصراحه عمل تطوير جامد جدا في الفتره اللي فاتت دي. ماشي يا كابتن، متشكرين جدا على الحديث. قول الاسم. حسين صابر عبد النادي. سيادتك مدرب ولا؟ مدير فني. وكابتن خالد المدير الفني بتاع الفريق 99 اعلامي. يا كابتن بقالك كام سنه بتدرب في الاعلاميين؟ سنتين. بقالك سنتين في النادي الاعلامي؟ دي تاني سنة ليه. طب ايه رأي سيادتك في المنطقة واللي قامت بيه والمجهودات؟ وفي ايه؟ والله لغاية دلوقتي المنطقة ماشية كويس. يعني ان شاء الله يعني. وان شاء الله. بفضل الله احنا بنتكلم على فرقتي، فرقة محترمة. بفضل الله كسبنا 4 ماتشات. جبنا 22 جول، ما دخلش فينا ولا جول. مش بحسد الفرقة، انما ده بفضل الله بمستواهم. وربنا يسهل ان شاء الله السنه الجايه يبقى احسن واحسن ان شاء الله. شاكرين يا كابتن. هذا الاتحاد كابتن خالد صعيده، مدرب نادي الاعلاميين، تحت 13 سنه. ان شاء الله معانا فرقه كويسه جدا، براعم وماشيين كويس ومجموعه كويسه، واحنا شايفين المنطقه قايمه بدور كويس جدا، ومسابقه ممتازه بامانه. يعني مهتمين بالاولاد. انت بقالك كام سنه بتدرب في نادي العالمين؟ انا بقالي 3 سنين في نادي العالمين. بقالك 3 سنين. 3 سنين في نادي العالمين. والمنطقه بقى رايك فيها والمهرجان؟ لا المهرجان جميل جدا. اهم حاجه في المهرجان الاولاد استفادت ككوره واستفادت كاخلاق وادب، ودي اهم حاجه عندنا، اللي الاولاد يطلعوا مهدرين ويطلعوا لعيبه كويسه وربنا يكرمهم يعني. ان شاء الله. ومتشكرين على هذا الحديث يا كابتن. احنا متشكرين قوي، ومتشكرين لمنطقه 6 اكتوبر والاتحاد المصري. علينا بتعلي يا كوره يلا.
جول ما تطلعش لما اقول. اسمك؟ حسين محمد حسين علي. حسين محمد حسين علي، رقم فانيلتك؟ 10. مين بيدربك؟ كابتن حسين. انت بقالك قد ايه في الاعلاميين؟ بقالي 3 شهور. يعني اول سنه السنه دي. مواليد؟ 99. اسمك؟ اسلام طارق. حارس مرمى مش كده؟ رقم كام؟ مواليد؟ 99. بقالك كام سنه في الاعلاميين؟ 3 شهور. يعني اول سنه. اسمك ثلاثي؟ محمد احمد محمد. محمد احمد محمد. بقالك كم سنة بتلعب في النادي؟ بقالك 3 سنين؟ خلاص. اسمك ثلاثي؟ احمد ابو العلا شعبان. رقم فانيلتك؟ 9. بقالك كم سنة في نادي العالمين؟ اسمك؟ صلاح سامي الجلوت. صلاح ايه؟ صلاح سامي الجلوت. رقم فانيلتك؟ 8. مين بيدربك؟ كابتن حسين وكابتن خالد. بقالك كم سنة في العالمين؟ مواليد؟ 99. كمال احمد عثمان. ايه؟ كمال احمد عثمان. بقالك كام سنة في الإعلاميين؟ 3 سنين. 3 سنين. مين كان بيدربك السنة اللي فاتت؟ كابتن حسن وكابتن خالد. والسنة دي؟ برضه كابتن حسن وكابتن خالد. رقم الفانيلا؟ 3. اسمك؟ لا علي صوتك يمكن آخد اسمك. فارس عبد الجليل حامد. بقالك كام سنة في الإعلاميين؟ مين بيدربك؟ رقم فانيلتك؟ اسمك ثلاثي؟ هادي علي. علي أحمد؟ هادي علي أحمد. هادي علي أحمد. بقالك كام سنة في الإعلاميين؟ 3 سنين. بقالك 3 سنين. مين بيدربك؟ رقم الفانيلا؟ 18. اسمك؟ معاذ وليد عز. لا عز واضح. معاذ وليد عز. بقالك كم سنه في الاعلاميين؟ رقم الفانيلا؟ 17. مين اللي بيدربك؟ كابتن حسين كابتن خالد. مواليد؟ 99. اسمك؟ احمد جمال عبد الرؤوف. احمد جمال عبد الرؤوف. بقالك كم سنه في الاعلاميين؟ سنتين. مين بيدربك؟ كابتن حسين كابتن خالد كابتن ابو ده. حارس مرمى؟ أنا شريف حاج. ايه؟ أنا شريف حاج. بقالك كم سنة في الإعلاميين؟ سنتين. مين اللي بيدربك؟ كابتن حسين وكابتن خالد. مواليد؟ 29. رقم الفانيلا؟ 26. 26؟ هداف؟ ايه؟ هداف؟ هداف؟ اسمك؟ عمر مجدي. ايه؟ عمر مجدي توفيق. بقالك كم سنة في الإعلاميين؟ 3 سنين. رقم فانيلتك؟ 20. 20؟ هداف؟ لا. اسمك؟ عبد الله محمد السلام. حارس مرمى؟ رقم؟ 1. مواليد؟ 99. اسمك؟ 1. انا 1. ايه؟ هو ده 1. لا علي صوتك عشان انا باخد الاسم. فيصل طارق محمد شهاب. عايزين نغير الارقام يا رقم الفانيلا؟ عايزين كلنا نبقى 2. مدافع؟ عايزين كل انت 1. بقالك كام سنه في الاعلام؟ 3 سنين. اسمك ثلاثي؟ ايه؟ عمر. رقم فانيلتك؟ مواليد؟ بقالك كم سنة في الإعلاميين؟ مين اللي بيدربك السنة دي؟ والسنة اللي فاتت طيب؟ اسمك؟ علي علاء. علي علاء. علي. علي. رقم الفانيلا علاء؟ 12. 12؟ هداف؟ خط النص. مين اللي بيدربك؟ كابتن خالد. ومواليد؟ 99. كابتن. اسمك؟ سامح حسن عبد السميع. ايه؟ اسامه حسن عبد السميع. اسامه حسن عبد السميع. رقم الفانيلا؟ 6. 9. انت هداف؟ 6. 6. هداف برضه؟ راس حربه؟ سنه. مواليد؟ 99. مين اللي بيدربك؟ كابتن حسين.
وبقالك كم سنه في العالمين؟ سنه. اول سنه يعني السنه دي.